الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تشرفنا بأخونا أبو فرح من الكويت، حياه الله. جاء اليوم استلم خطة له التسمين، وإن شاء الله الحين متوجه على له الكويت. والله كنا كان نودنا نضيفك، بس وش المشكلة، دنيا رمضان ونفطرك مرة واحدة بعد الحين. الله يسلمك يا فضل، الله يرحم والدك، ما قصر. إن شاء الله بيني وبينكم إن شاء الله تواصل يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا عبارة عن شعير وشوار فول صويا، ماشي. والأبيض هذا عبارة عن خلطة ولد الشرقية، الله يعطيه الصحة العافية أبو علي على خلطة الطيبة. هذه هي الخلطة، المفروض تنحط بالماي، بس أنا ما أحب أحطها بالماي، أنا أنقعها مع الشعير، خلي الشعير هو يشرب خلطة ولد الشرقية، فتلاقي الخروف ياكل الشعير وياكل يتلذذ فيه، فانت تجي تضمن ان كل الفيتامين كله. لان اذا حطيتها بالماء شو تلاقي؟ تلاقي شوائب تحت، لان هي عبارة عن خلطة الود الشرقية، فيها عدس، فيها فول صويا، فول صويا صجي زين، فيها فول، فيها ما ادري شنو، اوكي ممكن شيء بودر، فتلاقي يضل شوي بالماء تحت. بعدها نجيب الماء، ماء التمر، يتنقع كله ماء التمر لمدة 12 ساعة، وبعدها يدش بعملية الكبس والتعليف. ما شاء الله تبارك الرحمن، حلال كله يرعى الحلال، هذا الربيع كاروس والفلفل وما غيره، كله ياخذ حاجته. ما شاء الله تبارك الله، هذه ذبيحة من بستان السعادة، تبارك الله، شيء طيب، اللهم بارك.